بالليل هنقول ده هياكل الصبح كده، يبقى في حاجه في معدته، في حاجه في هو نفسه بس مش قادر يتكلم. احنا بنرجع ندور على كلبي ونشوف كلبي ماله، نديله حقنتين في بعض كده، احنا نديهم لهم. احنا تحت امركم في اي حاجه، لو الكلب بتاعك او بتاع او الكلب بتاعكم ايه تعبان في حاجه، رنوا علينا على الرقم اللي هو الارقام اللي هي محطوطه على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى كل ايه. جون خد تعال، هات تعال تعال هات تعال 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 بس بس هات شاطر ديزل، برافو. هات الجركن، لا هات الجركن روح هات هات، برافو شاطر ديزل، برافو ديزل اهو بس عيق اهو 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 اهو، روح جيب تعال، برافو برافو ديزل، برافو جون جون. لا لا عيب، هات الجرك هات الجرك هات الجركن، يلا عيب هات هات الجرك، خد تعال هات هات الجرك اوه يلا يلا ها يلا ها اهو 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 يلا يلا جون هات هات اجري هات اجري هات هات شاطر هات 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 الجركن يلا تعال نجيبوه تعال نجيبوه احلى حاجه يا جماعه لما كلبك يسمع الكلام، لما كلبك يطيعك ايه تقول له على اي حاجه يسمعها كده، يبقى كلب انا نحبه اكتر واكتر. لما تلاقي كلبك سمعان الكلام وتقول له خد العب بدي العب اقعد اقعد خلاص بس خلاص عيب عيب خلاص خلاص هات الجرك هات بس عيب كده. زي ما احنا شايفين الكلب قاعد عاد عمر الثبات، لما خدت منه الجركن خلاص عمره ما هيقوم. خد الجركن اهو خد خد يا ديزل ديزل اهو 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 خد يا ديزل يلا بس عيب ليك قاعد زي ما انت زي ما انت اهي بعدين ديزل وبعدين تعال بس اقعد تعال يلا خش يلا تعال
روح هناك روح هناك يلا روح هناك روح هناك. اقعد بقى عندك اقعد 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 عندك اقعد اقعد اسمع الكلام اسمع الكلام واقعد. شاطر شاطر ديزل شاطر ديزل تعالى هنا اطلع هنا اطلع برافو تعال لا خد تعال هناك اهو روح هناك تعال تعال هنا خد تعال هنا روح هناك اقعد هناك اقعد هناك اقعد يلا اقعد ديزل ديزل طبعا يا جماعة مفيش اوفى من الكلب مفيش اوفى من الكلاب مفيش حب غير كده. كلب مشاهي جدا كلب بيسمع كلامك اول ما تحطله اول يوم اكل وشرب وتقعد تصاحبه في يوم في ساعة بيصاحبك يبقى خلاص في وفاء بينكم وبين بعض. طبعا الكلب ده ديزل جاي لنا اقامه من شهر 9 من اول 9 اخر 8 كده بقاله كام شهر معانا بصراحه كان جاي اقامه وعلاجات بس بسم الله ما شاء الله اتظبط جسمه فرد وحلو الحمد لله وبقى 100 100. كان جاي زي اقامه هنا عشان بس صاحبه في اشغاله مش فاضيله شويه فسايبه عندنا. طبعا صاحبه انسان محترم جدا 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 من الناس اللي هي المحترمه جدا وسايبه عندنا هنا بقاله مده بياكل وبيشرب وكان لو في اي مشاكل صحيه من كنا بنقف معاه وبنعالجه وبنعمله لحد لما الكلب اتظبط. ودلوقتي لو عامل 100 هيجان وناديت عليه يسمع الكلام زي ما انتم شايفين كده قاعد وبيسمع الكلام. كلب ممتع جدا. اول ما جه طبعا ما كانش كده كانت الهيبره فيه بالزياده كان بيتعارك مع الكلاب كان ميخليش حد يخش المكان. دلوقتي خلاص في ثقة واخد راحته في المكان في ثقة ان هو خلاص خد مكانه بقى خلاص محدش عارف محدش يعرف يخش ده مكاني. طبعا النهاردة حلقتنا يا جماعة مع ديزل زي ما انتوا شايفين كده ديزل قاعد في مكان جميل جدا وسطح وزي ما انتوا شايفين كده وخضرة ومكان جميل هوا وشمس وكلب بتاعك يقعد ياخد راحته. مكان عامل ازاي مكان عامل ازاي ارض زراعية مكان جميل جدا وشمس وهوا لكلبك ياخد راحته في المكان ياخد راحته في الاكل والشرب يلعب بيطلع البلكونة يتفرج يجري هنا وهنا وهنا واخد راحته خلاص عارف ان ده مكانه لان قاعد بقاله فترة طويلة عندنا. طبعا كده خد مكانه وخد وضعه. طبعا اهم حاجه تاخد بالك من كلبك ما تسيبوش يا منك ما تسيبوش يتعب منك. لو حسيت باي حاجه في كلبك متغيره في ساعتها تجري بيه تشوف هو ماله عشان الموضوع ما تخشش في مواضيع كبيره انت مش قدها. حسيت بكلبك ان همدان كلبك بيهرش كلبك تعبان ما كانش الاكل بتاعه الوجبه بتاعته زي ما كان بياكلها كل مره. لازم طبعا احنا نشوف في ايه نعرف كلبي ماله عشان ما يخشش في مواضيع كبيره. لان انا لو سبت كلبي النهارده ما كلش طقطقه تحته هنقول ده هياكل تاني بالليل ما كلش بالليل هنقول ده هياكل الصبح كده يبقى في حاجه في معدته في حاجه في هو نفسه بس مش قادر يتكلم. احنا بنرجع ندور على كلبي ونشوف كلبي ماله نديله حقنتين في بعض كده احنا مديهم لهم. احنا تحت امركم في اي حاجه لو الكلب بتاعك او الكلب بتاعكم تعبان في حاجه رنوا علينا على الرقم اللي هو الارقام اللي هي محطوطه على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى كل التواصل الاجتماعي اتصلوا علينا واحنا تحت امركم في اي حاجه وبنشوفه من الكلب ماله بنقول لك على علاجه وبتجري تجيبه له وتديه له. لو امكانيتك مش قادر تجيبه لنا المزرعه او المركز احنا بنقول لك على علاج في البيت وتشوف ايه. لو المرحله بقى كبيره خالص ومانتش قادر تعالجه بنضطر ان احنا